오라는 소소베베카란 오피세. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. موضوعنا النهاردة عن عيد الظهور الإلهي أو عيد الإبيثانية أو عيد الغطاس، وده موضوع شيق جدا وجميل جدا لأن يمس خلاصنا. عيد الغطاس الكنيسة بتديله أهمية كبيرة جدا، فنلاقي أن الكنيسة بتدي القداس بتاع عيد الغطاس بيبقى واحد من ثلاث قداسات كبار طول السنة: قداس الميلاد اللي بيخلص بعد الساعة 12 اللي بنحتفل بيه بالتجسد الإلهي وولادة المسيح له المجد، عيد القيامة اللي فيه صليب المسيح وقيامته العظيمة، وعيد الظهور الإلهي أو عيد الغطاس اللي برضه بنسهر فيه مفروض طول الليل والقداس يطلع بالليل بعد الساعة 12 أو الفجر. العيد ده له أهمية كبيرة جدا. إذا كان الميلاد بتاع المسيح مهم جدا والصلب بتاع المسيح وقيامته وحلول الروح القدس ادانا بركات كتيرة جدا، الحقيقة البركات دي نعرفها ازاي او نشوفها فين او بقى في العيد الايه الظهور الالهي ده او في عيد الغطاس ازاي؟ يعني كل البركات اللي خدناها بميلاد المسيح وبصلبه وغفرانه خطايانا وحلول الروح القدس اظهرها الله في هذا اليوم على نهر الاردن. هنشوف الكلام ده لما نبص نلاقي ان عيد الغطاس لنا كمسيحيين له اهمية كبيرة جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لانه هيدينا الحياة الجديدة والبركات العظيمة اللي نلناها في هذا العيد. ايه البركات دي؟ والبركات دي عبارة عن الانسان الجديد. الانسان الجديد اللي حل عليه الروح القدس، حل على جسم بشريتنا كلنا كبشر وهو كنائب عننا. ولما السماء اتفتحت السماء قدام المسيح له المجد، مش قدامه هو شخصيا لكن قدام المسيح اللي بيمثلنا كلنا، يعني قدام البشر بقى في إمكانية ان في اتصال بيننا وبين السماء والسماء بقت بتاعتنا. ولما المسيح له المجد سمع صوت من الأعالي بيقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، فالسرور ده والرضا ده علي أنا كإنسان. ولما بيقول ابني احنا لما باتحادنا بيه وحبنا له لانه هو العريس بتاعنا زي ما قال يوحنا المعمدان بقينا ابناء وخدنا التبني. ولما حل الروح القدس وبقينا مسكن له خدنا المواهب بتاعه الروح القدس لان بقى فينا. دي بركات عظيمه جدا جدا جدا. عشان كده ده الانسان الجديد، والانجيل يسميه الفاخر، يسميه ساعات الباطن لانه غير مرئي لانه ما بنشوفوش بالعين المجرده لكن في ارواحنا الانسان الباطن، ويسميه الفاخر بالمقارنه بالانسان الاولاني العتيق الشهواني اللي كان فيه شر كتير. البركات اللي احنا هنشوفها دلوقتي من خلال الانسان الجديد ان ازاي ان احنا واحد دخلنا في شركه مع الله، وده اللي موجود قدامكم في الآية الأولانية يقول الله نور وليس فيه ظلمة البتة، إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل حق. لنا شركة مع الله، بقينا هو اتحدنا به فبقالنا شركة معه. فزي ما هو ماشي في النور احنا كمان بنمشي في النور ولينا المواهب والنعم بتاعة الروح القدوس، والروح القدس سكن فينا كهيكل بقى معانا على طول يدينا مواهب، يدينا ثمر الروح القدس، المحبة والفرح والسلام وطول الأناء. تشوف الإنسان الروحاني إزاي في سلام وفرحان جدا، الناس الروحيين والقديسين بتوعنا، وإزاي العكس بعيد عنكم اللي بعيد عن ربنا تعبين. لبسنا الإنسان الجديد المخلوق حسب الله بقى مش حسب الجسد، وعشان كده يقول لنا مخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. البر بقى ممكن الانسان يبقى بار في المسيح ويسلك في قداسة في المسيح، مش كده وبس، يقول لنا كمان ان احنا هذا الانسان الجديد بيتجدد. يعني ايه بيتجدد؟ اللي بيتولد عيل صغير وبالوقت بيكبر وبينمو. احنا كمان اخدنا امكانية عظيمة وتولدنا، صحيح اتولدنا لكن مش وبس على كده، لا
النعم دي والبركات دي والمواهب دي والحب ده لله والمعرفة لله بتتجدد وبننمو، يقول حسب صورة خالقه، حسب صورة خالقه، الصورة العظيمة بتاعت المسيح اللي هو المجد. في بركات تانية يقول لنا الإنسان الجديد ده إزاي خدنا بركات عظيمة فيه. فيجي سؤال هنا، هل أنا طاهر ولا أنا مش طاهر وأقول أنا نجس الشفتين والقلب وأنا خاطي وخلاص؟ نلاقي إن الكتاب المقدس بيقول لنا إن إحنا أطهار في المسيح يسوع، صرنا أطهار. فين الكلام ده؟ في رسالة معلمنا بولس الرسول لتيتوس بيقول كده، الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل اسم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. يبقى احنا بقينا أطهار. ازاي طهرنا؟ طهرنا هو، احنا في المسيح بقينا أطهار. لما يحل فينا بروح القدوس ونتحد بيه لازم نبقى أطهار. وفي آية تانية يقول لنا لكي يقدسها على الكنيسة، يعني مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. يبقى ادي الطهارة هو. وفي القداس لله يقول تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص منعما لنا بالميلاد الفوقاني الذي من الماء والروح. يبقى سيرنا أطهارا شعبا مجتمعا عشان نبقى أطهارا. فهنا الطهارة هيت، إذن إحنا أطهار في المسيح يسوع. يقول الكتاب المقدس عننا كده هوت إن إحنا أطهار كمان وقديسين. فنبص نلاقي يقول سلموا على كل قديس في المسيح يسوع. يبقى في المسيح يسوع احنا قديسين، مش كده وبس، ومنيرين كمان. ولكن ان سلكنا في النور، دي في رسالة يوحنا الاولى اصحاح 1 آية 7، ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة مع بعضنا بعض. نسلك في النور ونبقى ابناء النور. وفي آية تانية المسيح يقول لنا في يوحنا 12، ما دام لكم النور امنوا بالنور لتسيروا ابناء النور. فاذا انا منير، إذا أنا قديس في المسيح يسوع، في إمكانية القداسة لما أعيش بيها وممكن أعيش بيها زي القديسين، وفي إمكانية أن أنا أبقى منير وأبقى طاهر في المسيح يسوع. ومش كده وبس، ده كمان يقول لنا أن المسيحي بيحب النور وبيسترحش للظلمة. بولس الرسول يقول لنا كده في روميا 7، فإني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، بقيت بأصر بان انا نفذ وصيه المحبه وان انا اصبر وان ما تطلعش كلمه وحشه من فمي وان انا افكر فكر حلو. وبقيت فرحان بفكر السماء، ما بقاش الانسان الجديد ده حد ماشي بالعافيه. لا، السؤال اللي كنا سالناه من شويه، هل احنا اطهار ولا خطاه، ده هنرد عليه. بس قبل ما نرد عليه عايزين نقول قد ايه النعمه اللي خدناها. بيقول احنا ما بنفشلش حتى لو قبلتنا صعوبات في الطريق بتاعنا ناحية القداسة، بنلاقي ان الشهداء ما فشلوش وفضلوا في قداستهم وفي طهارتهم بنعمة ربنا. فبيقول ان كان الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوم في يوم. ويقول لنا كمان ان لكي يعطيكم بحسب غنى مجده ان تتأيدوا بالقوة بروحه في الانسان الباطن. غنى مجده بحسب غنى مجده، تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن عشان يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. يبقى إحنا أطهار ولا خطاة؟ إحنا أطهار، والله بيعيننا في حياة القداسة، وإحنا كمان قديسين. صحيح بنغلط وده اللي هنقوله بعد كده، لكن نحن أطهار أيضا من أجل المسيح يسوع عمله فينا وروح القدوس فينا. فالمسيحي المتعمد بيخطأ؟ الكتاب المقدس بيقول لنا كده، بيقول لنا إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا، وإن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. إحنا بنغلط بس هو بيطهرنا باستمرار ويقدسنا باستمرار ويعمل فينا باستمرار. إزاي أبقى طاهر وبغلط في نفس الوقت؟ بطرس الرسول لما ساعة المسيح ما كان بيغسل رجلين التلاميذ، فقال للمسيح لا يا رب حشكنك ايه ان يغسل رجليه؟ لا يا رب. فالمسيح قال له لو ما غسلتش رجليك مالكش نصيب معايا. فبطرس الرسول رد وقال له اغسلني كله. فرد عليه المسيح له المجد وقال له اللي اغتسل ليس له حاجة الا
إلى غسل رجليه. ليه بقى؟ لأنه هو طاهر كله، مش اللي بيمشي في الأرض استحمى ويمشي في الأرض رجليه بتتوسخ، يغسل رجليه وبس. وقال له كده: وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم، لأنه كان عارف يهوذا. إحنا طاهرين لأن بنحب وبنحب القداسة وخدنا الإنسان الجديد وملتصقين بيه وروحه بيعمل فينا، لكن إحنا مش رافضينه. يهوذا كان رافضه، إحنا فرحانين بيه وماسكين فيه ومتعلقين بيه ومأمنين بيه، لكن يهوذا لأ. عشان كده يهوذا ما كانش طاهر، لكن إحنا أطهار. وإذا كنا رجلينا بتتوسخ من المشي في العالم، تصرفات العالم وشرور العالم ساعات بتيجي علينا وتدنسنا شوية أو بحبة خطايا، لكن إيه؟ المسيح بيطهرنا من تاني. لو جينا نشوف علاقة المعمودية بعيد الغطاس، المعمودية موت وحياة. نموت مع المسيح في المعمودية واحنا بنغطس كده، ما كانش معقول ان احنا نغطس في التراب او ندفن في التراب الاول وبعدين نقوم، لكن المية بتعبر عن كده، ان احنا بنموت مع المسيح في الثلاث غطسات اللي بنغطسهم في المية. ده مثال الموت بتاع المسيح، وبنقوم في حياة جديدة بيديها لنا. يبقى موت وحياة، والمسيح له المجد، مات بحق وحقيقي بقى وقام، يبقى أقامنا معه. المعمودية زي ما نقول موت وحياة. فتلاقي صراحة كده معلمنا بولس الرسول بيقول كده، يقول: فدفنا معه بالمعمودية حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. الحياة جديدة، يعني هنسلك كده زي ما المسيح قام، احنا كمان في المعمودية بننزل معه ونقوم في حياة جديدة. وبعدين يكمل يقول لنا: لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، شبه موته نصير أيضا بقيامته، عالمين أن إنساننا العتيق قد صلب معه. لما نزلت المعمودية، الإنسان العتيق اللي متحكم فيه الشيطان مات وصلب مع المسيح ليبطل جسد الخطية، كي لا نعود نستعبد أيضا للإيه؟ للخطية. طب نسأل بقى، إذا كنا إحنا خدنا النعمة دي كلها وموتنا مع المسيح وقمنا وخدنا الحياة الجديدة والإنسان الجديد الفاخر اللي بنحكي عليه والمواهب العظيمة، رضا السماء وانفتحها علينا، رضا الله الآب وانفتحها علينا، واتحدنا بالمسيح وبنوتنا التبني، وخدنا الروح القدس بقى ساكن فينا بيطهرنا باستمرار، هل في شروط للحياة الجديدة؟ ولا نقول مجاني وخلاص بقى خدت ده كله وخلاص؟ لا، في شروط طبعا. نشوف ايه الشروط دي. الشرط الاولاني لايمان وقبول شهاده الله. يعني ايه الكلام ده؟ في الكاثوليكون اللي اتقرا يوم عيد الغطاس بيتكلم عن الشهاده، شهاده الله، فبيقول لنا كده، دي من يوحنا الاولى اصحاح 5، يقول: ان كنا نقبل شهاده الناس فشهاده الله اعظم، لان هذه هي شهاده الله التي قد شهد بها عن ابنه. ايه هي بقى؟ من يؤمن بابن الله فعنده الشهاده في نفسه. يعني ايه الشهاده دي اللي عنده في نفسه؟ يقصد ايه؟ واللي مش هيصدق، من لا يصدق فقد جعله كاذبا، لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه. ايه الشهادة دي؟ امتى ربنا شهد عن ابنه؟ يوم الغطاس، يوم المعمودية، لما جه يوحنا المعمدان الاب شهد عن ابنه. قال ايه الاب؟ مش السماء اتفتحت وقال: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وقلنا من شوية كلمة ابن الحبيب اللي به سررت، اللي هو لما يكون البشر فيه يبقى البشر كلهم لأنه نائب عنهم اتسر بيهم من خلال الابن الحبيب. والروح القدس اللي استقر على المسيح ده سكن فينا احنا كمان، لأنه لما استقر على المسيح، على جسد المسيح، استقر في جسد إنسانيتنا والسماء اتفتحت قدام المسيح لأنه بار، واحنا كمان لو في المسيح نبقى أبرار. هي دي الشهادة اللي بيشهدها الله. اللي عايز البر يا جماعة يمسك في المسيح، يتحد بيه ويحبه ويؤمن بيه، ويعرف ان هياخد الرضا من خلال المسيح، وياخد سكن الروح القدس من خلال المسيح، وتتفتح قصاده السماء من خلال المسيح. يبقى الشهاده دي له هو بقى، مش لايه المسيح مش محتاج للشهاده دي، لانه هو الابن الوحيد اللي في حضن ابيه. يبقى انا المحتاج لكده. عشان كده عندك الشهاده في نفسك ولا مصدق الكلام ده ولا مش مصدق؟ لو مصدق الكلام ده، ثق انك بتاخد من المسيح، من استحقاقات دم المسيح،
من محبة المسيح، من الروح القدس اللي خدته عن طريق المسيح، عشان كل حاجة كده بالمسيح يسوع ربنا. فأنت هتاخد نعمة عظيمة. محتاج لإيه؟ أي حاجة محتاجها خدها، محتاج سلام تاخده، محتاج صبر تاخده، محتاج نعمة تاخدها، محتاج السماء تتفتح قصادك مفتوحة. يبقى هي دي الشهادة، ودي هي الحياة الأبدية اللي خدناها فعلا. لو فعلا احنا اتمتعنا بهذه الشهادة يبقى خدنا الحياة الأبدية. لو اتمتعنا بالبركات دي بتاعت الغطاس خدنا الحياة الأبدية. عشان كده يكمل في آية 11: وهذه الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. يبقى في شروط الحياة الجديدة الإيمان وقبول الشهادة، والشهادة يبقى ليك الشهادة. في شروط تاني؟ الشرط التاني هنا هوت، هنلاقي الثبات في المسيح. فكنا بنقول المسيح فيه البركات دي كلها. الثبات في المسيح يعني ايه؟ اثبت فيه، اتحد بيه وامسك فيه واحبه. دي تيجي ازاي؟ دي تيجي ازاي؟ احنا فعلا اتحدنا بيه، بنتحد بيه من خلال الاسرار، ومن خلال مسكتنا فيه. المحبة اللي لينا وله بتدينا امتداد وبركات كبيرة جدا جدا جدا. فانا وانا بصلي ولي علاقة بيه ومعرفة بيه، هنا هوت انا بثبت فيه وفي المحبة بتاعته، والله بيثبت فيا. وبالتالي هتلاقوا الآية اللي في يوحنا الأولى 5:14 و15: هذه الثقة التي لنا عنده، إنه إن طلبنا شيء حسب مشيئته يسمع لينا، بقينا حبايبه، نطلب باسمه وبناخد، ثابتين فيه، نحبه. حد ملوش علاقة بالمسيح ولا بصلاة ولا بإنجيل ولا بمعرفة روحية عن المسيح، معرفوش خالص، هياخد ازاي الطلبات وياخد ازاي النعم والبركات بتاعت غير الغطاس ديت؟ لهذه الثقة التي لنا عنده، إنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا. نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها إيه منه، لنا يعني هناخدها. فإذا الشرط الثاني من شروط الحياة الجديدة الثبات في شركة المسيح. في شرط ثالث؟ إيه الشرط الثالث؟ الشرط الثالث الإماتة بتاعت الرب يسوع في أجسادنا. المسيح مات، وآه أنا على شبه موت ونزلت المعمودية، لكن إيه؟ لكن في نقطة خلي بالنا منها. إيه النقطة دي؟ لازم الإماتة دي أو الموت ده موت مستمر. أنا مت وخلاص، مش هموت عن الخطايا وارجع تاني أروح إيه أدور على الخطايا تاني بقى موت إزاي؟ لا، لازم أحمل الإماتة دي في حياتي على طول. يعني ارفض الشر، بقع بس غصب عني، لكن انا رافض من جوه ان انا اعيش تاني لنجاسه او شر او اي حاجه مش مظبوطه. ولو وقعت كان ببقى حزين واقوم بسرعه وامسك فيه تاني. فعشان كده دي الاماته اللي تبقى معانا على طول. عشان كده في الانجيل يقول اخلعوا الانسان العتيق والبسوا الفاخر الجديد، اطرحوا عنكم كل مكر، كل نجاسة، كل حاجة وحشة، امسكوا في الايه؟ في الحاجة الجديدة الحلوة، المواهب والنعم دي كلها والعطايا دي كلها. فقول لنا في كولوسي 3: فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض. يعني إيه أعضاء؟ الكبد والطحال والرجل والعين؟ لا، ما يقصدش كده، يقصد أعضاء الأرضية اللي هي الشهوات، الزنا أهو بيقول لنا أهو، والنجاسة والهوى والشهوة الرضية، الطمع اللي هو عبادة الأوثان، كل دي أميتوها. يبقى كل يوم بموت دي. هي بتجيلي في حروب وفي ضعفات، لكن بحاربها طول النهار وبرفضها طول النهار وانا في حرب معاها. وفي آية تانية يقول لنا حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع. الرب يسوع اللي مات عشان دي حاجة اعتز بيها جدا، وعشان كده أنا بشاركه بالحب إن أنا هذه الإماتة أحملها في إيه؟ في جسدي، وارفضها على طول. كده بقى يكمل بقية الآية: كي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. تبتدي البركات بتاعت يسوع تظهر إيه؟ في جسدنا إيه؟ المائت. بكده يبقى لي حياة مع المسيح، ويبقى لي بركات كبيرة جدا. ويبقى عيد الغطاس ده له أهمية كبيرة جدا، مش منظر ظهر وخلاص نقول يا ده ظهر جميل. الأب يقول والابن في نهر الأردن والروح القدس حلل عليه وخلاص، لا ده تخصني أنا. ربنا يدينا كلنا يبقى لنا الحياة الإيه؟ الأبدية، وناخد من بركات ونعم اللي خدناها في عيد الغطاس العظيم دي ونعيشها. عشان كده المعمودية ده اعتزاز، نعتز بالمعمودية دي، البركات اللي خدتها. الآباء
المتعمقين في كتاب المقدس والقديسين يحكوا عن المعمودية دي وأهميتها حاجة عجيبة جدا. فربنا يدينا دايما يكون لنا الحياة الأبدية، بركة عيد الغطاس المبارك وبركة المعمودية اللي نالها كل واحد مننا باسم يسوع المسيح، تكون معنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.